ثقة بالنفس عمياء جدا. هذا حطوا عليه العين. ستايل غير، ها؟ ستايل، الستايل الراقي، الستايل اللي يستلهم يمر. سوريا. يوسف قلبه. يوسف قلبه. عن طريق عبد الكريم حسن. عادت سوريا. في وسط الميدان لمصلحة نادي الجيش تنقل هذه الكرة. يوسف قلفة يتقدم بالقوة والتصويب. الله 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 على هدف تمرر محمد خاطر بالكرة الماضية. هنا البداية، هنا البداية، هنا يتقدم بالقوة البدنية وبعد ذلك من تسديدة السلام يمينية كانت قوية لا تصد ولا ترد من حارس المرمى محمد خاطر، وبالتالي دخلت في الشباك وسجلت لمصلحة نادي الجيش السوري، وبالتالي هدف ثاني في هذه الأثناء لنادي الجيش. بينما إيران اجتازت سليمة في تلك المواجهة. عموما هنا مرور من الجانب الأيمن، مرور يأتي تأخذ خطيرة كرة منتخب سوري من يقترب سير فسير من الوصول إلى مرمى إيران، من الوصول إلى مرمى أنور يسار. حسين يوسف قلفة، يا سلام عليك، لعب هادئ، امكانيات، ثقة ونظرة رائعة باتجاه المواس. مهتدي، مهتدي لخلفة، خلفة أمام العجان، خلفة يختار مراوغة، فنان مراوغ بارع ورائع. برأسية بارعة الكرة من أمام المرمى. قلفة، يوسف قلفة، انطلاقة وتقدم،
لعب مهاري خلفة تمريرة ممتازة باتجاه في زيادة الأسرق يمرر الكرة على طول يوسف جلفة صاحب هدف السوري الآن كرة يوسف قلفة هجوم سوري يوسف مراوغة جميلة من يوسف قلفة يحتفظ بالكرة وينتظر مساندة وحيدا يتقدم المساندة متأخرة بعض الشيء要来赢球的，对，然后球员也打得非常积极的主动。تقدم الواجب تقدم ما عليها كرة طويلة في وسط الميدان استلام جميل من يوسف قلفة ترويض رائع لمبيض إلى قلفة قلفة مرة أخرى يحافظ على كرته أعطى الكثير من الروعة والتوازن وسط الميدان لمبيض يتقدم دائما التي تستقبل المنتخب السوري كأرض بديلة هذه انطلاقة في وسط الميدان يوسف قلفة اللمسة أغلقها حتى الآن كما ينبغي على الشبلي كرة قصيرة قلفة من جديد يوسف قلفة يعطي الكثير من التوازن لأداء المنتخب السوري في وسط الميدان من محمد سالم على ذلك في وسط الميدان بتعود مرة أخرى
لنادي الجيش يوسف قلفة. عاد الكرة يوسف في الوسط. Don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head.